فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ولكن نحن كما أشرنا أن ما جاء به الإسلام هو عين المنفعة وعين المصلحة، لأن الإسلام كامل، ولكن ما حصل عندنا من نقص ليس هو بسبب الإسلام، وإنما هو بسببنا نحن، لم نطبق الإسلام كما ينبغي. معاملاتنا مستوردة، عاداتنا مستوردة، جميع أمورنا كلها مستوردة، وكأننا أصبحنا أداة استهلاك فقط لا أداة إنتاج، فلذلك وصلنا إلى ما وصلنا عليه. وإذا رأت الدول الكافرة أن جماعة أو دولة من المسلمين تتجه نحو الاختراع ونحو الصناعة ونحو فإنهم يقضون عليها، يقضون عليها ويمنعونها من الاستمرار في المضي في سبيل الاختراع الاستقلال والاستغناء.